صراحه هذه القضيه هذه كاينه بزاف هنا، خصوصا احنا ممكن نعيشوها هنا في الرباط وفي سلاوه، هذه كنشوفوا التورو ديال الزبل حاشاك عامرين بالخبز وعامرين بالماكله اللي باقي فيها الناس امس الحاجه لديك الماكله. وهذا الشيء انا كنقول ان ما انا لحد الان مازال ما فهمتش هذه القضيه هذه، علاش تتلقى الماكله في التورو ديال الزبل باقا تكال والناس كاينين الناس محتاجين لذاك الشيء صراحه. الناس كاينين هنا، كاين واحد الطبقه ضعيفه كتحتاج لهذا الشيء. واش الناس ما بقاوش كيتصدقوا؟ واش الناس ما بقاوش كيرضوا انهم يمشي يدقوا على الديور يطلبوا ما ياكلوا؟ ايوا هذا الشيء اللي بان لي انا هذا صراحه. شوف هذه القضيه هذه بزاف كثرات عندنا هنا في المغرب، كتجي بالليل كتبغي الدور كتلقى هنا بزاف ديال الخضروات، بزاف ديال الخبز، بزاف ديال شحال من حاجه تدبير، يعني بزاف ديال الحوايج ضايعين هنا. وبنادم راه يعني راه تيقول لك بالجوع راه بزاف، الا جيتي تشوف هنا باللي شحال داكشي خارج راه الملايين ديال الخبز، الملايين ديال الخضره اللي كتبقاو ديال الديسه اللي كنلقاوه مرمي بزاف. اطنان ديال الماكله كتلاح في الطوارو ديال الزبل في المغرب كله، منها الخبز، الدجاج، اللحم، الفواكه، كلشي، الخضار، كلشي كيتلاح. علاش؟ اللهم لك الحمد، المغرب كلشي فيه، انا شبعان ولله الحمد بخير، واخا رغم هاد الازمه ديال الكوفيد وهذا اللهم لك الحمد كلشي بخير. غير هاد النفايات اللي كتلاح خص الناس تبقى تدبر راسها، يكون داكشي مقنن، ياخذ الانسان على قياسه، ما ياخذش اكثر من قياسه تيولي له في الزبل، هذا هو المشكل اللي كاين. كنمشي دابا بحال دابا نمشي له شي لعبه كنلقى طارد الزبل عامر باللحام، عامر بالخضره، الخضره مزيانه، الديسير مزيان، الخبز اللي ما خصهاش تلاح في الطارو كيلوها في الطارو، يعطيوها لواحد المراه كدور كتسعى في الزناقه يعطيوها داك الخبز. علاش كيرميوه في الطارو؟ كرواصه مزيانه، كيكه مزيانه، كلشي مزيان، دانونات، دانونات مزيانين، بهم دابا تيخرجوه للطوارو كيرميوه، باقى فيه نهار يومين، تيخرجوه تيلوحوه باش ما يعطيوش للدرويش، والدرويش محتاج داك الشيء، بزاف ديال الناس محتاجه داك الشيء. قريب راه ما كاينش، راه هادي راه الوقت عيانه، الوقت هادي، وهي راه تمشي للطارو راه تخلع، تمشي للطارو تلقى فيه شي حوايج اللي مشكله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.